السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا عندي واحد الجوله في مراكش والنواحي ولاحظت بعض الامور، وهنا غادي نطرح تساؤل على مسؤولين في جهه مراكش اسفي. وبالضبط البلاصه هي طريق اوريكا، طريق سيتي فاطمه، اللي هي الطريق السياحيه، اللي هي الطريق اللي فيها اكتضاد، اللي هي الطريق اللي فيها كيجيو سياح اجانب بكثره، وكذا حتى السياحه الداخليه كتنتعش خصوصا في هذه الفتره وما بعد هذه الفتره. اذا واحد السؤال اللي عندي، احنا كنمروا بطريق طريق مدقدقه ديجا قلناها، لقينا بعض الاشغال، ولكن واش تعرفوا ان هذه الاشغال مشكله واحد الخطوره على الماره، على السائقين ديال السيارات، وعلى الماره على الراجلين، وكذا حتى على العمال، اللي ابسط الامور شروط السلامه ما دايرينهاش، ما دايرينش لي كاسك. هذه وحده تراكس خدام هنا وانت دايز الطوموبيل من هنا، يعني الا طاحت شي حجره تهبط عليك الطوموبيل. اش هاد الخدمه؟ واش هاد الشيء في راس المسؤولين؟ هذا هو السؤال اللي غنطرح بكل بساطه. واش هاد الشيء في راس شي مسؤولين؟ انا عن دوري اذا جيت نجاوب نقول اكيد لا، لان اذا كانت في راس المسؤول هاد القضيه وقابلها راه كارثه عظمى او طمع عظمى. لان لا يعقل كاين لي نورم اللي تيخدموا بهم هاد العمال ولا هاد الشركه اللي قابطه هاد المشروع، كاين واحد لي نورم اللي تيخدموا بهم، وكذا كاين حتى مسؤولين يا اما ديال التجهيز يا اما ديال الجماعه تيكونوا مراقبين هاد لي بروجي او هاد المشروع، تيكونوا مراقبين العمال، مراقبين كذا، واقفين على شغلهم بيديهم كيف تنقولوا. ما باش انا كسائق سياره ندوز ونتعرض نتوقع لي شي حاجه وكنظن غير مسموح. راه ديجا قلت ما يمكنش حنا في طرقاتنا المغربيه تمشي غير مسافر تولي معرض للخطر، راه ما يمكنش، راه غير مقبول هذا الامر هذا. اذا انا الملاحظه ديالي اليوم هي غيره وخوف لا على العمال اللي تيخدموا ماشي في لي نورم اللي خصهم يخدموا بها ديال السلامه والشروط والمعايير اللي خصهم يخدموا بها لحمايه نفسهم هي الاولى، وكذا حتى الراجل اللي دازو من تما، وكذا حتى السيارات او السائقين العائلات اللي كيمشيو غير فرحانين مساكن غير مسافرين يشوفوا واحد المنطقه سياحيه حتى يوليو معرضين حياتهم وحياة الأسرة ديالهم وحتى الممتلكات ديال من السيارة الخطأ. إذا هذا أمر غير مقبول، وخليكم بالصوت والصورة بفيديو وغادي تشوفوا هاد الأمور هادو اللي غير مقبولة، باش ما نبقاوش نكذبوا. أتقول لك شكون اللي خلاك تعرف أنها غير مقبولة؟ أنا قلت أي حاجة كتعرض السلامة ديال المواطنين للخطر فهي قانونيا ممنوعة. باش نكون معكم واضح، هنا كنشوفوا أن كما قلت سابقا أن العمال وكذا السائقين اللي كيدوزوا من تما وكل شيء معرض للخطر في هذه البلاصه هذه. اذا كيفاش وعلاش؟ الله اعلم. هي رساله للجهات المعنيه، واش هذا الشيء فراس مسؤولين ديال مراكش؟